مستشفى دوق دي توفار شهد صباح اليوم ولادة جناح جديد متخصص في التشخيص. الجناح جاء نتيجة لتعاون بين الجماعة الحضرية للمدينة وجمعية ابن بطوطة للأعمال الاجتماعية والطبية بغية تخفيف الضغط الكبير الذي يشهده المستشفى ولسد الخصاص الذي يعرفه في هذا المجال منذ تأسيسه. جات رغبة من مجموعة ديال الأطباء ديال دوق دي توفار على الخصص اللي كيعرفوه في المراكز ديال التشخيص، لان هذا المستشفى من 1970 ما كاينش مراكز تشخيص داخل المستشفى. هي عباره عن بيوت يعني كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي غير لائقه، فحاولنا كجماعه حضريه بان نخلقوا هاد واحد الجو من هاد الاطباء باش يشتغلوا فيه، يعني نهيئوا لهم الجو ديال الاشتغال، وكذلك نهيئوا حتى المواطنين باش يكون عندهم واحد المركز واحد المستوى، خاصه بان مدينه طنجه ما شاف واحد الاتجاه ديال طنجه الكبرى، خص المؤسسات تكون كامله عندها واحد مستوى لائق للناس. مناسبه سعيده بحيث انه ان شاء الله الرحمن الرحيم في اطار توجنا بهذا اطار الشراكه اللي كاين مع جمعيه ابن بطوطه والجماعه الحضريه ديال طنجه، انه الحمد لله ان النتاج ديالها ان اعطى هذا المرفق اللي غادي يعاوننا، اللي غادي يخفف علينا في الضغط اللي كاين ديال الوافدين. كما كتعرفوا ان طنجه المستشفى ديالها مستشفى جهوي، كيوفدوا على الناس المنطقه ديال الجهه كامله. يبقى الامل إذن ان يتمكن هذا المركز الجديد للتشخيص من توفير الشروط الضروريه واللازمه للمرضى المتوافدين على المستشفى سواء من داخل مدينه طنجه او من نواحيها.